الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، أحبتي الأكارم، معاشر المشاهدين والمشاهدات، فهذه إن شاء الله تعالى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك الذي يعنى ببيان فضل هذه الأيام الأولى من شهر ذي الحجة وما فيها من العمل الصالح. فقد سمعتم قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من الذكر والتهليل وغيرها من العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل لما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قيل له عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقد خصصنا حديثنا في الحصة أو الحلقة الماضية، خصصناه في الحديث أو للحديث عن يوم عرفة. وما أدراكم ما يوم عرفة؟ اليوم الذي بعد عرفة هو يوم الأضحى، هو يوم النحر، هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة الحرام، هو آخر تلك الأيام العشرة المباركة التي هي أفضل أيام العام، بل هو أفضل أيام العام على الإطلاق. يدلنا على ذلك حديث نبينا صلى الله عليه وسلم يوم قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر هو اليوم العاشر، هو يوم الأضحى، يوم العيد، ويوم القر هو اليوم الذي يليه، اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة الحرام، وهو اليوم الذي يستقر فيه ويقر فيه الحجاج بمنى، ولذلك عرف بيوم القر. إذن قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. حديثنا إن شاء الله تعالى في هذه اللحظات عن هذا اليوم الأغر المبارك الذي هو شامة شماء في جبين هذا الزمان، هو أفضل أيام الله، هو أفضل الأيام على الإطلاق، أفضل الأيام عند الله يوم النحر. يوم النحر هو حقيقة هو يوم الأضحى، وهو يوم عيد المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إذن لابد أن نفرح بهذا العيد. لكن سبحان الله، العيد عندنا ليس كأعياد غيرنا. العيد بالنسبة لأهل الإسلام فيه فرح، فيه فسحة، فيه توسيع على النفس وعلى العيال وغير ذلك، وفيه عبادة وطاعة أيضا، ما هوش يوم للذنوب والمعاصي، حاشا وكلا، بالعكس هو يوم طاعة أيضا بفضل الله تعالى. ومن العبادات الفاضلة في يوم عيد النحر، في يوم عيد الأضحى، في أفضل أيام الله على الإطلاق، من العبادات الفاضلة عبادة الصلاة وعبادة الأضحية. والله جل وعلا جمع بين العبادتين في غير ما موطن من كتابه العزيز، فقال سبحانه وتعالى مثلا: فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك أيضا، واذبح لربك، فصلي لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فجمع الله عز وجل بين هاتين العبادتين لعظمتهما ولشرفهما على غيرهما. وقد قال شيخ الإسلام عليه رحمات رب الأنام: وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر. وقد كان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. سبحان الله، كان كثير الصلاة، وهلك أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل قرة عيني في الصلاة، أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها. كان يحب الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل وبالنهار صلوات الله وسلامه عليه. وشيء ثاني، كان يحب الذبح، حتى إنه ذبح في حجة الوداع كما هو معروف، ذبح 63 بدنة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأتم تمام 100 علي بن أبي طالب ابن عمه أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. المهم أنه أجل العبادة وأشرف العبادات البدنية عبادة الصلاة، وأشرف العبادات المالية وأعظمها وأجلها عند الله عز وجل
النحر والذبح لوجه الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصلاة كثير النحر، وهذه العبادات اثنين أو هاتان العبادتان عبادتان جليلتان يزداد فضلهما وتزداد بركتهما في يوم عيد الأضحى في يوم عيد النحر. العبادة الأولى هي عبادة الصلاة، إذا ما لازمش نضيعوا صلاة العيد بارك الله فيكم. وكثير من الناس للأسف يضيعون صلاة العيد، إما بسبب السهر، يسهروا بزاف مع صبيحة العيد لا يستيقظون لصلاة العيد، مشكل كبير، يفوتوا بسبب هذا السبب يفوتوا صلاة العيد وما فيها من الأجر والبركة. كاين بعض الناس يسارعون صباح بكري يسارع إلى المقبرة، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، ويترك صلاة العيد، وكل واحد وشو كان يسارع في الذبح يروح يذبح، وهذا مخالف للهدي الصحيح، يروح يذبح ويترك صلاة العيد، مع أن الحقيقة الذبح لابد أن يكون بعد الصلاة، لابد أن يكون بعد الصلاة، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم معروفة في هذا. إذن الشيء الأول العبادة الأولى هي عبادة الصلاة، ما لازمش نضيعوا صلاة العيد، هي صلاة كرمنا بها ربي عز وجل، صلاة زايدة على الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات المعروفة، زادنا ربي عز وجل الصلاة إكراما لنا ورفعا لشأننا وإعلاء لمنزلتنا وقدرنا. العبادة الثانية قلنا هي عبادة الأضحية لوجه الله سبحانه وتعالى، والعلماء اختلفوا. نعم جمهور العلماء يقولوا باللي هذا الذبح في يوم العيد الأضحية يعني سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أنها واجبة، وكل واحد من طائفتين من العلماء عنده الأدلة تاعه، لكن كي نقرأوا الأدلة كاملة واش نتوصلوا؟ نتوصلوا إلى أن الإنسان القادر لا ينبغي أن يفرط فيها، إنسان اللي عنده قدرة ما لازمش يفرط في هذه العبادة العظيمة الجليلة. من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه العبادة مباركة ما لازمش نضيعوها، ما لازمش نفرطوا فيها بارك الله فيكم. وأنا الحقيقة في هذه الحلقة وجدت التذكير فقط بفضل هذا اليوم الذي هو يوم النحر من بين هذه الأيام مباركة، ووجدت أن أذكر ببعض العبادات الفاضلة في هذا اليوم، ما نشرح ندخل في التفاصيل الفقهية التي تتعلق بصلاة العيد وتتعلق بالأضحية والنحر ونحو ذلك من هذه العبادات المباركة. ثم أذكر أيضا بسنة المباركة كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية صحيحة: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن أو فلا يمسن من شعره وبشرته شيئا. وش نستفدوا؟ أن الإنسان إذا ربي عز وفقه وأراد الأضحية غير هالهلال ذي الحجة، خلاص ما يمس الأظافر تاعه، ما يمس شيئا من البشرة من الجلد تاعه، ولا يمس شيئا من شعور جسده حتى يضحي. شكون هذا؟ هذا صاحب الأضحية، هذا المالك للأضحية، مش الجزار، المالك للأضحية، سواء كان رجلا أو امرأة لا ينبغي أن يمس من شعره أو من بشرته أو من أظفاره شيئا حتى يضحي، حتى يضحي. ثم الإنسان اللي كرمه ربي عز وجل بالأضحية ما يغفلش يوم العيد إن شاء الله يبكر إلى صلاة العيد، ويذهب إلى مصلى العيد صائما، هذه السنة، لما يرجع إن شاء الله يصبر حتى يأكل من أضحيته كما هو هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثم أنصح نفسي وأنصح أيضا من يستمع كلماتي أن الإنسان يحاول كيفاش يحرص على أنه هو يضحي الأضحية تاعه ويذبح الأضحية تاعه بيده إن استطاع ذلك. فهذا كما قال مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا من التواضع لله تبارك وتعالى، وقد كان الأولون يحرصون كل الحرص على ذبح أضاحيهم، على ذبح أضاحيهم بأيديهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كذلك ما تمكنش حتى ولا مكنت واحد اخر ما قدرتش انت تذبح، ما تمكنش من ذبح الاضحيه تاعك واحد يكون بعيد عن الدين كل البعد، هذه عباده، هذه طاعه الانسان يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. اذا وكلت واحد من الصالحين فلا باس بذلك باذن الله رب العالمين. ثم ما نغفلوش حفظكم الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا وتصدقوا واتجروا. الانسان يحاول في يوم العيد ان شاء الله عز وجل ياكل يشرب الحمد لله، يوسع على نفسه، يوسع على العيال تاعه، يتصدق،
يدخر ما شاء أن يدخر أن يدخر، ما فيش مشكلة إن شاء الله، ويلتمس الأجر في ذلك كله بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه كلها يقدر الإنسان يديرها في يوم العيد بسهولة ويسر بحوله تعالى وقوته. ما ننساوش أيضا أنه في يوم العيد ما لازمش الإنسان يبقى على تلك الضغائن وتلك الأحقاد. يوم العيد فرصة عظيمة جدا باش الإنسان يطهر قلبه من الأحقاد ومن الضغائن ومن العداوات، ويعود يرجع لإخوانه، يرجع لأقربائه، يرجع لجيرانه بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك ما ينساش الإنسان بعد ما يضحي وكذا أنه ينظف المحيط تاعه، لأن الأمة تاعنا هي أمة النظافة. ما لازمش الناس يضربوا بنا المثل في عدم النظافة، لا أبدا، احنا أمة النظافة، أمة الطهارة. قال عليه الصلاة والسلام: طهروا أفنيتكم، فإن اليهود لا تطهروا أو لا تنظفوا أفنيتها. وكذلك نزيد نذكر بشيء مهم جدا، هذا العام إذا يسر المولى تبارك وتعالى أو كاين شيء كنا نطالبوا به والحمد لله لعله تيسر هذه السنة، أنه الجلود تاع الأضاحي لمولف الضيع هكذا، الملايير المملية أموال طائلة جدا مولف الضيع هكذا يرميوها، وربما كيرميوها هكذا تسبب الأمراض وغير ذلك، واحد ما ينتفع بها. هذه السنة إن شاء الله راح يجمعوها، راح تقوم الدولة باش تجمعها، وكاين جمعيات راح تقوم على هذا الأمر هذا. إن شاء الله احنا نكونوا في المستوى ونسهم ونشارك في هذه المبادرة باش الجلود هذه، احنا طبعا الجلد ما يجوزناش نبيعوه، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، كما قال عليه الصلاة والسلام. احنا ضحينا كل شيء وكل شيء نويناه لوجه الله تعالى، وهذه باش ما تضيعش إن شاء الله، ينتفعوا بها ناس واحد أخرين بإذن الله، خير ما تضيع هكذا يولغ ربما مع التعفن تسبب الأمراض إلى آخر ما هنالك. أردت التذكير فقط بفضل هذا اليوم وبعض الأعمال المباركة في هذا اليوم الأغر الجليل الذي هو أعظم وأفضل وأشرف أيام الله تبارك وتعالى، أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، كما قال عليه الصلاة والسلام. أرجو أن أكون قد وصلت إلى شيء من ذلك المقصود، والله تبارك وتعالى الموفق لا رب سواه. جزاكم الله خيرا وعيدكم مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله